انا بكلمك بكره الجمعه مش عايز احضر الماتش. يقولوا لي الزمالك كسب، مش انا مش عايز مكسب عشان الزمالك ياخد السوبر، انا عايز مكسب عشان استقرار نادي الزمالك يرجع تاني يقف بجد. بكلمك يصعب عليك النادي، يعني مش كلاعب، كمحب. المجلس هيعمل ايه؟ هيجيب فلوس منين؟ انت ده دفع وده دفع الاستاذ ممدوح عباس. فانا بقول لك انا اتمنى، انت عارف انا لو ليا سلطه اجيب امر الزمالك يكسب اجيب امر من الدوله الزمالك يكسب الماتش ده، مش كده؟ لان عايزين استقرار فعلا. طيب كابتن، يعني شايف بكره التشكيل الجمز يبتدي بيه ايه في الزمالك؟ والله هو نفس التشكيل، محمد حمدي هيبتدي وعمر جابر ومسلوسي وحسام عبد الجليل. هو بس الاضافه هتبقى وجود، انا شفت في قبل الاسبوع قبل ما يسافروا كان في مباراه الفريق الاول بتاع نادي الزمالك مع الشباب، مع الشباب 2005 كسب الفريق الاول 4-1، وكل الاربع تجوان جابوهم المحترفين. عندنا خامات كويسه، بس هل هيتاقلموا؟ انا شايف اللاعب البولندي حاجه كبيره جدا، يعني لعيب عنده مهارات وسريع وكل حاجه. شايف محمد حمدي حاجه كبيره جدا برضه، شايف عمر فرج انا شايفهم كويسين، بس دي مش بتاعتنا احنا، دي بتاعت حاله التمرين بتاع المدير الفني بتاع نادي الزمالك. طب هو هل لازم فكره التاقلم، يعني مثلا اجيب لاعب اجنبي، مش المفروض اللاعب الاجنبي ده يبقى جاهز وينزل على طول المباراه؟ حضرتك خير مثال، يعني من الزمالك انت احنا جبناه امتى؟ ده الاسبوع اللي فات ولا اسبوعين. انت لو مستقره كان زمانك جايباه وانت موجوده في الفتره جايباه، انت لو معاك فلوس نادي الزمالك معاه فلوس كان زمانه جايب الصفقات دي وشغاله معاه. لكن انت الاسبوع ما اقدرش كمدرب، ما اقدرش ادخل الواحد بعد اسبوع، لكن ممكن اقعده بره. لكن ما ينفعش يعني يدخله على طول الا اذا يكون اسم كبير، اسم يكون كبير، مثلا حاجه تكون احنا شايفينه في الدوري شايفينه بره، ده لازم يلعب. مثلا احنا جايبين كريستيانو رونالدو، ده يجي يلعب على طول. لكن انا الله يكون في عون نادي الزمالك برضه، بس احساسي انا اول مره احس انه مطمئن، حتى لو اتغلبنا بس حاسس ان احنا مطمئن ان نادي الزمالك مش هيبقى بالوحاشه بتاع الفتره اللي فاتت. حاسس بكده، لان شايفهم في التمرين، شايف مع اسلوبهم اللمه مع بعض، رجعت ايام سوبر 94. حضرتك شايف؟ انا حاسس كده. هل التوفيق ده بتاع ربنا مع الزمالك؟ لا، الزمالك يكسب. مش موجود طبعا، النادي الاهلي نادي فرقه كبيره. بالنسبه لتشكيل الاهلي، حضرتك لعبت باك ليفت، حضرتك جوكر يعني، بس حضرتك لعبت باك ليفت. يحيى عطيه الله هل فعلا وجوده بدل معلول يسد الخانه دي ولا الماتش الماتش الثاني الماتش الاولاني في جوميا الكيني في كينيا ما كانش بالمستوى اللي هو حتى كان في اقتناع ان هو ما يبتديش الماتش الثاني، بس الماتش الثاني عملوا ماتش كويس. الباك ليفت في زماننا وفي الزمن الحديث كله لازم التامين الدفاعي. التامين الدفاعي ده انت بتامني نفسك دفاعيا وتطلعي هجمه 2-3 الباك، انا بكلمك كباك ليفت او باك رايت، تطلعي مره مرتين في الشوط ترفع اوفر زي علي معلول زي عندنا في نادي الزمالك. لكن انا الولد ده تلاقيه هو حتى لو تلاحظ الجون الثاني هو موجود ببصيل لسام اسامه علي وهو في مكان الفيرود، فدي برده تربك اي فرقه ان باك ليفت يبقى موجود في التوقيت ده وهنا، وهو ناحيه هجوميه كويسه، ودي ممكن تبقى ميزه لينا للزمالك. للزمالك، لان انت عندك اي حد هيلعب في الجنب ده برده انت عندك حريه. لكن خلاف علي معلول كان بيامن وبيطلع في هجمه 2 بس، بيعمل علي معلول الهجمه كويسه. يحيى عطية الله ده لعيب كويس منتخب المغرب، وطبعا اللي شفناه في الماتش ده لازم يتعمل حسابه.